بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الثاني. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. في الحقيقة الأصحاح الثاني بيتكون من 4 موضوعات، بس الموضوع الأخير مقسم إلى أقسام. 4 موضوعات. القسم الأولاني أو الموضوع الأول بيتكلم عن الإدانة. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، يعني اللي بيدين الناس، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ربنا يرحمنا من الآية دي. أنا أتخيل إن إحنا في السماء أول ما الواحد يقف يدان، يجي يدان على حاجة معينة، على خطية معينة، يروح إيه؟ يعني على الإدانة مثلا، يروح يسمع صوته وهو بيعمل نفس الخطية. يعني أنا بدين فلان على الخطية، وبعدين تتراءى أمامي صوت وصورة وأنا بعمل نفس الخطية اللي بدين إيه؟ الآخرين عنها. وراح ربنا يقول إيه؟ من فمك ودينك. أنت لما اتكلمت على فلان بقسوة لأنه عمل كذا، وأنت تعامل بقسوة لأنك عملت نفس العمل. ربنا يرحمنا من عقلنا اللي بيدين ولساننا اللي بيدين، لأنه بالكيل الذي به نكيل يكال. ونحن نعلم الآية دي مش على الإدانة بس، على دينونة ربنا. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق. يعني إيه؟ طب دخل ما هو دي مش الإدانة، دي دينونة الله، بس جابها ليه؟ يعني ربنا لما هيدين هيقيس بإيه؟ بالإدانة بتاعتك. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. يعني لما أنت بتدين ربنا بيدينك من كلماتك، من حكمك. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ يعني أنت لما بتدين الآخرين هل ممكن ربنا ينجيك من الكلام اللي أنت قلته؟ مش ممكن. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أنادب، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادانك إلى التوبة، يقتادك إلى التوبة. يعني ربنا سايبك عمال تدين الناس ولسه ما حسبكش، لكن لطف الله وصبره عليك وانت عمال تدين الناس، في لحظة من اللحظات هيجيبك ويدينك بالنفس الدينونة التي بها أدبت. ده النقطة الأولى اللي هي الإدانة، إن الناس بالدين. النقطة الثانية هي دينونة الله العادلة. ولكنك من أجل قساوة قلبك غير التائب، يعني مش مراد تبطل إدانة، تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. يعني كون انك انت بتدين الناس وربنا ساكت عليك، لكن اللي هيحصل ايه؟ اني ولكنك من اجل قساوة قلبك، يعني وانت بتحكم على الناس مش بترحمهم، لا بتقسو عليهم، مش بتقول ده دول مساكين معذورين في الغلطة الفلانية، لا بتقول ازاي يعملوا كذا، طب ازاي يعملوا كذا، حاضر. من اجل قساوتك وقلبك غير التائب، مش مبطل إدانة، مش بتتوب عن الإدانة، تسخر لنفسك غضبا يوم الغضب، يعني عمالة تحوش غضب الله. خدوا بالكم ليه، طب ربنا بيغضب من خطية الإدانة؟ اصل بيها انا
باخد وظيفة الله واديها لنفسي، لأن الله هو الديان العادل. أنا لما بدين بغلط في حق اللي أنا بدينه، وبغلط في حق نفسي لأني كسرت وصية الله، وبغلط في حق الله مش بس لأن أنا كسرت وصيته، لأن أنا أخذت مكانته. قلت له عن إذنك يا رب سيب الكرسي ده، أنا اللي هقعد عليه، مش أنت بتجلس على عرش وتدين أسباط إسرائيل الاثنى عشر، عن إذنك أنا اللي هقعد على العرش ودين الناس. تزخر لنفسك غضبا يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة، الذي الدينونة دي الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. شوف البروتستانت لما يقعد يقولوا إن مش مهم الأعمال، المهم الإيمان، ليس بأعمال كي لا يفتخر أحدكم، نقول لهم لا، ده الأعمال مهمة لدرجة إن الدينونة في يوم الدين على الأعمال. أما الذين بصبر في العمل الصالح، يعني إيه بصبر في العمل الصالح؟ يعني بيعملوا عمل صالح ومش بس، وبيستمروا فيه. لأن كتير من الناس يبدأوا الصلاة لكن ما يستمروش، يبدأوا التوبة لكن ما يستمروش، يبدأوا الكتاب المقدس لكن ما يستمروش، وعشان كده كله ده بيضيع. لكن الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. يعني ربنا هيجازي كل واحد حسب أعماله، طب الأشرار هيجازيهم حسب شرهم، والأبرار ربنا هيديهم إيه في الحياة الأبدية؟ هيديهم الحياة الأبدية كأجرة عن الأعمال الصالحة اللي عملوها. أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، يعني عملوا خطية نوعين، نوع عقيدي إيماني، خطية ضد الحق، ضد التعليم الحق، ضد العقيدة الصح، ضد الحق. طيب والنوع الثاني الإثم، الخطية، الشر. يبقى أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، فسخط وغضب، شدة وضيق على كل نفس إنسان، دي الجزاءات، يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. يعني إيه؟ يعني اليهود هم دول اللي جات لهم الشريعة في الأول، فبرضو هيدينهم في الأول، ثم اليوناني، لكن كله هيجازى، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح. يعني ربنا برضو زي ما الأشرار هيديهم، الأبرار هيديهم جائزة، مجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني. كلمة اليهودي أولا دايما معناها لأن دول جات لهم الشريعة في الأول، لأن ليس عند الله محاباة، يعني الله لا يحاب اليهود ولا يحاب الأمميين، كله هيتحاسب. النقطة اللي بعد كده التانية، اللي هي النقطة التالتة آسف، عنوانها هم ناموس لأنفسهم، ودي نقطة مهمة جدا علشان معظم الناس بيفهموها غلط. هم ناموس لأنفسهم العنوان. النقطة دي بقى بتقول إيه؟ لأن كل من أخطأ بدون الناموس، يعني الناس الأمميين اللي ما كانش عندهم ناموس وأخطأوا بدون ناموس، فبدون الناموس يهلك. خد بالك ما قالش فبدون الناموس يدان، قال فبدون الناموس إيه؟ يهلك. ليه طيب يهلك؟ ما هو ده ما خدش الناموس؟ لا، جواه ناموس طبيعي، جواه الضمير، هل هو خاضع للضمير؟ طيب يبقى لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك. طيب وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، يعني الناس اللي بيؤمنوا بالناموس ربنا هيحاسبهم حسب الناموس، بالناموس يدان. طيب لأن ليس الذين يستمعون أو يسمعون الناموس
هم أبرار عند الله، مش اللي بيعملوا، مش اللي بيسمعوا الناموس، مش اللي بيسمعوا الكتاب المقدس، مش اللي بيقروا، مش اللي بيحضروا عظات، هم الأبرار عند الله. بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. يعني المهم مش انك تحفظ الكتاب المقدس، لكن المهم انك تنفذ الكتاب المقدس. طيب، لان الامم الذين ليس عندهم ناموس، انا قبل ما اقرا عايز اسالكم، حد فاكر الايه اللي بتقول الذين بلا ناموس هم؟ شايف الجمله؟ شايف الناس حافظها ازاي؟ انا مره كنت في مؤتمر الصعيد الأقصى، كل الخدام تقريبا يعني بعدد أكثر من 2000 شخص موجود في البليانة، كل الخدام تقريبا موجودين، اللي هو الخدام من أول سوهاج لغاية، وحتى بحر سوهاج بشوية لغاية هنا، للأسف لغاية الأقصر، من أسيوط للأقصر. هذا المؤتمر حاضرين بقى كمية هائلة من الخدام. سألتهم سؤال، قلت لهم عايزكم تقولوا ورايا الآية دي، الذين بلا ناموس هم، راح كل الناس كملوا هم ناموس لأنفسهم. عارف أنا رديت قلت لهم إيه؟ هذا كلام الشيطان. علشان إيه؟ علشان ليه أنا قلت الجملة المثيرة دي؟ علشان تثبت في دماغهم ان الايه مش كده خالص. لان لو كان الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم، دي معناها ان ربنا عمل فوركيشن للدنيا كلها. يعني ايه؟ تعالى كده نشوف بتوع داعش، الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم. طب ما هما من جواهم بيقولوا له ايه؟ كل ما تقتل مسيحيين اكتر كل ما بتخدم ربنا اكتر، يبقى الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم، يبقى دول مقبولين لربنا. اللي بيحرقوا الكنائس بيعملوا ايه؟ بيخدموا ربنا. خدتوا بالكم؟ فمصيبه كبيره لما تبقى الايه الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم، الايه مش كده خالص خالص خالص، دي ايه شيطانيه مش بتاعت ربنا. امال ايه؟ ايه الايه بقى بتاعت ربنا؟ تعالى نقراها مع بعض. لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس، شاف التعبير بقى، متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس. إذن لازم يعملوا إيه؟ الناموس. يعني حتى اللي ما يعرفوش الناموس لازم ينفذوا الناموس. مش هم ناموس لأنفسهم يخترعوا ناموس جديد، مش هم اللي يعملوا الناموس بمزاجهم، لا، متى فعلوا بالطبيعة الذي هو في الناموس. فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم. يبقى أنا هشيل حتة من الآية وخليكم تحفظوا الآية علشان تبقى جوهر الموضوع يبقى محفوظ. هشيل الحته المتكرره، يبقى الذين بلا ناموس متى فعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس فهم ناموس لانفسهم. يعني انت يبقوا هم ناموس لانفسهم لو كان الضمير بتاعهم يحسهم انهم ينفذوا الناموس. حد فهم؟ يعني مش بقى الناس تخترع ناموس، لا، يعني الله سيحاسبنا حسب الناموس، مش حسب فكرنا احنا، لا، حسب الناموس. لأن لو كان الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، يبقى ربنا هيحاسبهم حسب الناموس اللي عملوا مخهم. لكن اللي حصل لا، ده دي حالة واحدة. إذا أنت عقلك جاب لك الناموس في ضميرك، يعني أنت مسؤول عن أن تطبق ناموس الله، بس ناموس الله ده مكتوب جواك. متى فعلوا بالطبيعة الذي هو في الناموس. حد فهم؟
فهمتوا بقى الكلام؟ عدد 15 الذين، خد بالك برضو كده بيشرح نفس الكلام اللي انا قلته، الذين يظهرون عمل الناموس، يعني الكلام بتاع الناموس مكتوبا في قلوبهم، يعني لما نشوف حياتهم نلقاها ان هم نفذوا الناموس، بس الناموس ده بدل ما بيقرون لا ده طالع من ايه؟ من قلبهم. يظهرون عمل الناموس، الناموس الالهي، مكتوبا في قلوبهم، شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم فيما بينها، مشتكية او محتجة، يعني الضمير بيشتكي بيحتج على اي خطية تدخل لك، يعني اول ما تبقى قدامك خطية، قدامك شهوة، يصور الضمير عليك، يشتكي الضمير منك ويحتج ويقول لك ما تعملش العمل ده. متى كان الضمير بتاعك بهذا الشكل يبقى هيوصلك للنفس الناموس بتاع ربنا. في اليوم الذي فيه تدين الله، يدين الله سرائر الناس حسب شيء، حسب ايه؟ انجيلي بيسوع المسيح، يعني حسب اللي علمته لكم. الله لما هيدين مش هيدين كل واحد على مزاجه، حسب ايه؟ الانجيل، حسب التعليم الصحيح. وخد بالك ان هنا بولس الرسول سمى الرسالة بتاعته او الرسائل بتاعته انجيل، خدتوا بالكم؟ لان لا فرق بين الرسائل والانجيل. حتى كمان علشان نختم، اليهود والناموس. هوذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله؟ خد بالك كده، انا يعني هسمي الحته دي من عدد 17 ل 20 اليهودي المغرور، من 17 ل 20 حط جنبيها كده اليهودي المغرور. هوذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله، يعني بتفتخر انك انت من شعب الله، وتعرف مشيئته، من الناموس عارف كلام ربنا، وتميز الامور المتخالفه بين الصح من الغلط، بتفتخر بكده، متعلما من الناموس، وتثق انك قائد للعميان لانك دارس الكتاب المقدس، دارس الناموس، ونور للذين في الظلمه، انت فاهم فعلا، ومن الراجل متنور بكلام ربنا، ومهذب للاغنياء، يعني انت تعرف تقول للناس الصح من الغلط وتهذبهم، ومعلم للاطفال، بتخدم كمان ممكن للاطفال، ولك صورة العلم. دخلنا في الجد، يعني هو كل الكلام ده منطبق عليك، ودي صورة العلم. إنما فين العلم الحقيقي؟ إنك العلم العملي، إنك تطبق اللي أنت متعلمه ده في حياتك. ولك صورة العلم والحق في الناموس. لغاية كده أنت إيه؟ أنت يهودي مغرور بنفسك بانك عارف كل حاجة، لكن هل طبقت ولا لا؟ هو ده المهم. النقطة الثانية تكملة، يعني من عدد 21 لعدد 24 نحط جنبها يعلم ولا يعمل، يعلم ولا يعمل. فأنت إذا الذي تعلم غيرك، يعني أنت كنت كل الحاجات دي انت عارفها وفاهمها وبتعلمها كمان، ألست تعلم نفسك؟ يعني زي ما انت بتعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز ان لا يسرق، أتسرق؟ يعني انت بتقول للناس من السرقة غلط وحرام. الذي تقول ان لا يزنى، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، يعني بتكره وبتقول للناس اكرهوا الأوثان. الذي تستكره مش معناها تكره، لا، تخلي نفسك وغيرك يكرهوا الأوزان. الذي تستكره الأوزان، أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس؟ تهين الله، يعني أنت مبسوط قوي بأن الكتاب المقدس ده بتاعك وأن ربنا أعطاك الكتاب المقدس، طيب لكن بتنفذه؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم، يعني انتوا اللي عاملين روحكم بتوع الكتاب المقدس
ومش بتنفذوه في حياتكم، الناس تبص تقول هم دول بتوع الكتاب المقدس، يجدفوا على اسم ربنا، يجدف عليه بسببكم بين الامم كما هو مكتوب. اخر نقطه، موضوع الختان. فان الختان ينفع ان عملت بالناموس، يعني انت راجل يهودي ان عملت بنفذت الناموس يبقى الختان بتاعك مفيد، ولكن ان كنت متعديا للناموس فقد صار ختانك غرلة. يعني مفيش فرق بينك وبين الوثنيين، الوثنيين يعني اللي هم مش مختونين. إذا إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس، يعني لو كان الرجل اللي ما اتختنش ده بيحفظ أحكام الناموس بينفذ الناموس، أفما تحسب غرلته ختانا؟ يعني الختان ده بقى ختان الجسد، ده مش هو المطلوب، مش هو ده اللي بيقيس بيه. المطلوب هو ختان الحياة، ختان الروح. وتكون الغرلة التي من الطبيعة، يعني ايه الغرلة التي من الطبيعة؟ يعني اليهود كانوا بيكرهوا الامميين وبيقولوا انتم ما اتختنتوش، انتوا عندكم غرلة. طب الغرلة دي احنا اتولدنا بيها، دي حاجة طبيعية، انا مالي انا ما اتختنتش قوي يعني. طيب، وهي تكمل الناموس، تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس. يعني أنت عندك ختان لكن الأغرل بينفذ وصايا ربنا وأنت مش بتنفذها، لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا. يعني اليهودي في الظاهر يعني مختون والحاجات دي الشكليات دي، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا. أما ليه الحكاية؟ بل اليهودي في الخفاء. يعني إيه يهودي في الخفاء؟ يعني بيؤمن بربنا. ما اليهود هم دول اللي كانوا بيؤمنوا بربنا بس، مفيش غيرهم. واليهود هم دول اللي كان عندهم ناموس وكلمة الله وينفذوها. فاللي بيعمل كده في الخفاء بيعمل كده صح، هو اليهودي الحقيقي. وختان القلب بالروح لا بالكتاب، يعني لا مش الختان الظاهري، هو الختان الحقيقي يعني. الذي مدعوه ليس من الناس بل من الله. نكمل في مرة قادمة. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. الأصحاح الثالث من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. هذا الأصحاح يكلمنا عن ثلاث نقاط كبيرة. النقطة الأولى أربع أسئلة وجههم القديس بولس الرسول، وكتب بعد كل سؤال الإجابة. السؤال الأول، إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ هذا هو السؤال الأول. طبعا يظهر أن دول سؤالين لكن هما دول سؤال واحد. ليه؟ لأن اليهودي هو الإنسان المختون، فلما بنقول ما هو فضل اليهودي يعني كأننا بنقول ما هو فضل الإنسان المختون، ما هو نفع الختان أو العهد اللي كان بين اليهود وربنا، اللي هو الختان كان عهد بين ربنا واليهود. فهو ده سؤال واحد. ماري بولس هيجاوب ايه فضل اليهودي؟ يقول كثير على كل وجه. ليه الختان، ليه اليهودي فضله كثير على كل وجه؟ لان انا بقارن بين الشخص اللي امن بالله، ولما امن بالله امن بكلامه وبينفذ وصاياه، علشان كده قال كثير على كل وجه. اما اولا لانهم استؤمنوا على اقوال الله. يعني هؤلاء اليهود خدوا وصايا ربنا ونفذوها علشان ينفذوها في حياتهم. اؤتمنوا على الناموس، اؤتمنوا على وصايا الله، اؤتمنوا على النبوات، علشان كده هم ليهم هذا الفضل لانهم اؤتمنوا على كل هذا. طيب بعد كده بيسأل سؤال تاني،
فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم تبطل أمانة الله؟ يعني إيه الكلام؟ يعني اليهود دول غالبيتهم لم يكونوا أمناء، خدوا وصايا ربنا وما نفذوهاش، خدوا وصايا ربنا وأهملوها، عدد قليل منهم اللي إيه؟ اللي اهتموا وصايا ربنا. يعني اللي خدوا وصايا ربنا وبقي اليهود ليهم فضل عن غيرهم بالوصايا الإلهية، معظمهم ما سمعوش الكلام، معظمهم ما نفذوهاش. طب ماذا يعمل الله؟ هل ربنا لما معظمهم ما نفذهاش هو يبقى أمينا؟ طبعا. هل هو ينكر أمانته، يسيب أمانته؟ إطلاقا. الله يبقى أمينا. يعني يبقى أمينا؟ الله لما أدى وصايا، الوصايا دي اللي يكسرها يموت، واللي ينفذها يأخذ مكافأة. فأمانة الله معناها إن مهما كثيرين من الناس ما نفذوش وصايا ربنا، مهما كثيرين من الناس ما نفذوش، ربنا يبقى أمينا. من ينفذ وصاياه يحيا حياة أبدية، ومن يكسر وصاياه يموت إلى الأبد، فيبقى أمينا. الإجابة هنا يقول إيه؟ حاشا، ليكن بل ليكن الله صادقا. يعني إيه؟ يعني قوانين الله ووصايا ربنا صادق. ما هو أصل أول وصية ربنا يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، فوصايا الله صادقة، والله يبقى صادقا. لأن كل إنسان ممكن يكذب، لكن ربنا مش ممكن يكذب. وعلشان كده آدم لما أخطأ موتا يموت، وأخذ الموت الأبدي لولا إن ربنا اتصرف من أجله وخد عنه الموت الأبدي. يعني علشان ربنا يبقى صادقا مات من أجل إن آدم يحيا، مات كبديل لي. لما تبقى الوصية يبقى كلام الله صادق إلى الأبد، إن يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، يبقى لابد إن الأكل من الشجرة ينشئ موتا. بس كل اللي حدث إن المسيح جاء أخذ إنسانية الإنسان وصار آدم الثاني، ومات بديلا عن الإنسان ليصير الله صادقا. يعني شايفين علشان ربنا يبقى صادق عمل إيه؟ تجسد وخذ صورة عبد ومات علشان وصيته تبقى صادقة. شايفين كلام الله بمنتهى القوة إزاي؟ طيب، كما هو مكتوب، المكتوب ده في المزمور 50، كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك. يعني كلامك يا رب تبقى انت في بار، كلام صحيح، كلام سليم. وتغلب متى حكمت. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نراجعك يا رب ونشوف كلامك ماشي سليم ولا لا، تغلب. يعني دلوقتي ما هو زي ما انا عملت نفس القصه، قلت لكم ايه؟ طب ما انت يا رب قلت موتا تموت، ادم ما ماتش. فانا لو ناقشت ربنا، حاكمت ربنا وقلت له طب ما موتا تموتها ما اتنفذتش، يقول لا اتنفذت. انا خدت الادميه، خدت الانسانيه وصرت ادم الثاني، ومت كبديل بدلا من ادم علشان كلمتي لا تسقط. السؤال الثالث، ولكن إن كان اسمنا يبين بر الله. شايفين هذه آية صعبة مش كده؟ إن كان اسمنا يعني خطيتنا، الشر بتاعنا يعمل ايه؟ يبين بر الله، فماذا نقول؟ طب ازاي الخطيه بتاعتنا تبين بر الله؟
بر الله هنا معناها صدق الله، معناها ان ربنا بار، كلمته لا تسقط، معناها ان ربنا بار لا يكذب. طب ازاي ان كان اسمنا يبين بر الله؟ يعني الانسان اللي بيخطئ هيروح جهنم، فيبقى بان صدق الله ولا ما بانش؟ بان. لما الخطيه تنتج مرض بان بر الله. لما الانسان يعاقب نتيجه الخطيه يبقى بان بر الله. يبقى اذا كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ عمل بقى حته مشكله شويه. ألعل الله الذي يجلب الغضب، يعني يجلب الغضب؟ يعني يدي العقوبه، الغضب على الأثمة. ألعل ربنا اللي بيدي العقوبة ظالم؟ لا مش ظالم، ما العقوبة دي تمن للخطية، ما العقوبة دي جزاء الخطية، ده هو ده بيها بالعقوبة ظهر بر الله. طب ربنا ظلم؟ لا ما ظلمش، ما هو قال اللي يعمل الخطية موتا يموت. طيب فلما الخطيه تنشئ موت والانسان المخطئ يموت، يبقى ظهر بر الله، ظهر صدق الله. وعلشان كده وظهر، يبقى الغضب الالهي اللي هو الجزاء الالهي اللي هو العقوبه الالهيه التي يعطيها الله للخطيه للاثمه على خطاياهم، دي بتعمل ايه؟ تبين أن الله بار، وتبين لا يحتمل الشر، تبين أن الله بار لا يحتمل الشر، أن الله قدوس لا يتعامل مع الإثم، أن الله عادل لا يترك الخطية بدون عقوبة، فهو عادل، ده مش ظلم ده عادل. أتكلم بحسب الإنسان. يعني ايه اتكلم بحسب الانسان؟ احيانا الناس ما تفهمش الموضوع فيقول اتكلم بحسب الانسان، ايه ده؟ يعني بولس الرسول الكلام اللي كتبه ده مش وحي الهي، ده كلام انساني؟ لا مش المقصود كده. امال المقصود ايه؟ اتكلم بحسب الانسان يعني انا بناقش الموضوع مناقشه منطقيه حسب العقل الانساني. يعني ايه مناقشة منطقية حسب العقل الإنساني؟ يعني أنا قدمت صور إنسانية بالتفكير الإنساني. مثلا لما قلت ألعل الله ظالما، يعني ده التفكير الإنساني، هو طبعا ما فيش حاجة اسمها الله ظالم، لكن أنا بتكلم بحسب الفكر الإنساني. يعني ايه بحسب الفكر الانساني؟ يعني اي واحد يعني يشوف العقوبه يقول ايه ده، ربنا ظلم الناس ليه؟ ده التفكير الانساني. لكن انا بوري لكم بالتفكير الانساني ان اللي يكسر وصايا الله ياخد عقوبه لكي يكون الله صادق وغير كاذب. فانا قدمت لكم التفكير الانساني اللي يبين ازاي ان الله عادل في جزاءاته، عادل في عقوباته، عادل ايضا في ان هو يدخل الناس الابرار السماء، ملكوت السماوات. يعني حينما يعطي الله حياه ابديه للي ينفذوا وصاياه، او يعطي موت ابدي للي يكسروا وصاياه، كل ده بيبين صدق الله وعدل الله. بس انا ناقشت الموضوع بطريقه ايه؟ إنسانية، بالمنطق الإنساني، علشان أقنعكم. طيب كده احنا قلنا ثلاث أسئلة، نيجي للسؤال الرابع. قبل إن كان اسمنا، ناخد الإجابة بتاعت السؤال الثالث، إن كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب، يعني اللي بيدي العقوبة
الغضب على الأزمة هو بيظلم؟ لا طبعا. أتكلم بحسب الإنسان، يعني ده التفكير الإنساني. حاشا. فكيف يدين الله العالم إزاك؟ دي بقى الإجابة. فكيف يدين الله العالم إزاك؟ كيف يدينهم على خطاياهم؟ كيف يدينهم على آثامهم؟ يبقى هذا هو العدل. علشان كده لما السؤال إن هل ربنا ظالم؟ لا مش ظالم. ليه؟ أمال ربنا ديان إزاي؟ أمال ربنا هيدي عقوبة على الخطية وحياة أبدية على البر إزاي؟ ما الله عادل. علشان كده، علشان بيدين المسكون بالعدل. وبعد كده في آية برضو صعبة قوي. إن كان صدق الله قد ازداد بكسبي. إيه ده حكاية صعبة قوي. إن كان صدق الله قد ازداد بكسبي. طب يعني إيه إن كان صدق الله ازداد بكسبي؟ يعني أنا أول ما أكذب أدخل جهنم. يبقى حينما أعمل الخطية اللي من ضمنها الكذب، حينما الإنسان يكذب ويعمل خطية يروح يدخل جهنم أو ياخد عقوبة إلهية، يظهر عدل الله ويظهر صدق الله. علشان كده قلنا إيه؟ إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي. يعني يظهر صدق الله حينما يعاقبني على الكذب. فأنا لما كذبت وربنا عاقبني بان صدق الله، بان عدل الله. طيب لمجده، يعني لمجده، أصل لما الأشرار يدخلوا جهنم يتمجد الله. ليه يتمجد الله؟ لأنه تمجد العدل. خدوا بالكم، لما الناس الأبرار يروحوا الملكوت يتمجد الله، وده يعني هنا ظهر محبة الله أو ظهر صدق الله وعدالة الله. طيب لما الأشرار يدخلوا جهنم، هل ده الخير ولا ده الشر؟ ده الخير. ليه ده الخير؟ لان ده العدل. العدل خير ولا لا؟ اذا ادخال بعض الاشرار، ادخال الاشرار الى جهنم ليس شرا ولكنه خير. ليه خير؟ لأنه عدل، والعدل خير. إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ إيه ده؟ يعني السؤال بقى، طب ما أنا الخطية بتاعتي كشفت محبة الله للأبرار وعدالة الله على الأشرار، بيّنت قداسة الله أنه لا يحتمل الشر. خدتوا بالكم؟ يعني في فوائد هاي، حاجات كويسة بانت هاي نتيجة خطيتي. يعني خطيتي أظهرت، خطيتي والعقوبة على خطيتي أظهرت عدل الله، أظهرت قداسة الله، أظهرت محبة الله للأبرار. طيب اذا انا مفروض بدام بواسطتي ظهر حاجات كويسه يبقى خلاص انا مش غلطان، اللي هو هي الجمله دي. فلماذا ادان انا كخاطئ؟ السؤال ده في سؤال زيه بالظبط انتوا عارفينه، هقوله. ايه هو؟ يهوذا. اذا كان بخيانه يهوذا حصل ايه؟ حصل الفداء للبشرية كلها، مش ده اللي حصل؟
إذا كان الناس الأشرار اللي صلبوا المسيح إذا كان بشرهم صلب المسيح فصنع خلاصا أو فداء للعالم كله من أول آدم إلى آخر الدهور، كل ده ناشئ عن صلب المسيح. طب يبقى اللي صلبوه يهوذا اللي خان وهيرودس اللي حكموا بموته وبيلاطس اللي حكموا بموته، كل دول هم السبب في ان المسيح يتصلب، والصلب ده فداء البشرية كلها. يبقى دول كلهم قديسين يروحوا السماء. فهمتوا السؤال ولا لا؟ يعني صلب المسيح خير كبير جدا، يبقى اللي صلب المسيح صنعه خيرا ويدخلوا السماء؟ لا طبعا. يهوذا الشرير واشر انسان، وهيرودس وبيلاطس اشرار ومن اشر البشر، والذين صلبوا المسيح ودقوا في يده المسامير وحكموا بموته كل دول اشرار، لكن الله حول شرهم لخير البشرية. لكن هم أشرار ويحاكموا عن شرهم. حد فهم؟ يعني مش بقى لما أنا أجي أعمل خطية تروح الخطية دي تتحول إلى خير يروح يبقى أنا أخذ مكافأة علشان أنا عملت الخطية؟ لا طبعا. عارفين زي مين تاني القصة دي زي إيه؟ زي قصة اخوات يوسف. عملوا له ايه؟ باعوه عبد. طب القصة دي وصلت يوسف الى ايه؟ الى انه يبقى وزير او الرجل الثاني في مصر، وانه ينقذ العالم من المجاعة او ينقذ المنطقة دي كلها من المجاعة. خدتوا لكم؟ طيب يبقى احنا كويسين لما بعناه، يبقى احنا لينا حق لما بعناه. ومرات فوتيفار تقول يبقى انا ليا حق لما سجنته. لا، انتم اشرار وانتم عملتوا خطيه في رجل قديس، بعتوا الانسان البار وعذبتوا الانسان البار، وانت انتهبتي يعني اتهمتي الانسان القديس وعاقبتي الانسان القديس بسببك دخل السجن، وكل ده شر فيكم. لكن ربنا ماسك دركسيون الكون فحول الشر للأبرار خيرا، لكنه قاعد شر على الأشرار. خدتوا بالكم؟ أوريلكم حاجة تانية. احنا دايما نقول عن حاجة اسمها في عنوان اسمه فوائد المرتقات. يعني ايه؟ يعني لما يجي واحد هرطوقي ويحارب الكنيسة في سر الإفخارستية ولا سر المعمودية وحاجات زي كده، يروح يحصل ايه؟ احنا نتيجة كده نروح نبتدي ندرس ونجمع الآيات اللي تثبت المعمودية، ونجمع الآيات اللي تثبت الإفخارستية، ويجمع الآيات اللي تثبت سر الاعتراف، ونبتدي نشرح للناس ونفهم الناس. ما تسمعوش هذا الأرطوقي اللي بيكلمكم ضد سر الاعتراف، ده الكتاب المقدس بيقول وبيقول وبيقول، ويحدث نشاط كبير وشرح للعقيدة وكده. هتحول ايه؟ تحول الشر الى خير. فالهرطقات تجعل الناس يعملوا ايه؟ يتجمعوا ويدرسوا ويعلموا ويفهموا، والناس تبتدي تقرا الكتاب المقدس وتدور فين الصح وفين الغلط، ويوصلوا ويسالوا وهكذا، ويبقى الارتقاط جابت فوائد. خدتوا بالكم؟ فنتيجه الحكايه دي حصل خير، لكن الله سيدين الهراطقه على هرطقته. طيب، يبقى شرحنا الآية دي، وبعد كده بيعلق القديس ماري بولس الرسول
ويقول هذه العبارة: أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول، خدوا بالكم، يعني في ناس بيتهموا بولس الرسول، بيقولوا إيه؟ إن بولس الرسول بيقول نفعل السيئات لكي تأتي الخيرات. هل ده صح؟ يهوذا فعل السيئات وأتت الخيرات فعلا، لكن مش أتت الخيرات، ده الله حول الشر إلى خير. لكن احنا نفعل السيئات لكي تأتي الخيرات، لا، الله سيدينهم على السيئات. علشان كده ايه اللي يقولوا نفعل السيئات لكي تأتي الخيرات؟ دينونة الذين دينونتهم ايه؟ عادلة. يعني مرات فوتيفار مثلا تروح تقول بس انا لما عملت شر وصلت الحكاية في النهاية الى ان يوسف ده انقذ العالم من المجاعة، يبقى انا اعمل الشر علشان ايه؟ علشان تأتي الخيرات. هل ده صح؟ لا، انت ستداني عن خطيتك لانك فعلت شرا، لكن الذي حول الشر الى خير هو الله. نقطة تانية، اليهود والامم ليس بار ولا واحد، ليس بار ولا واحد. تعال كده نشوف بسرعة الموضوع ده، هياخد من عدد 9 لغاية عدد 20. الموضوع عنوانه اليهود والأمم ليس بار ولا واحد. فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين، اليونانيين معناها الأمم، أجمعين تحت الخطية. يعني إيه؟ هل اليهود أفضل من الأمميين؟ لا، اليهود صحيح خدوا الشريعة، خدوا كلام ربنا، ولكنهم لم ينفذوه وكسروا وصاياه. خدتوا بالكم؟ طيب، ده اليهود. والأمميين عبدوا الأصنام وعلموا تعاليم خاطئة، إذن وعاشوا في الفساد. إذن اليهود أخطأوا والإيه؟ واليونانيين اللي هم الأمميين أخطأوا، الكل تحت الإيه؟ الخطية. وعلشان كده بنقول إن مفيش حد أفضل من الثاني، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد. اليهود أشرار والأمم أشرار والكل كده، مش كده. ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، لا اليهود فاهمين الناموس وفاهمين الوصايا وبينفذوها، ولا الوثنيين أو الأمميين فاهمين وجود الله والحياة مع الله وبينفذوها. دول بيغلطوا، دول عارفين ربنا بيؤمنوا بالله لكن كسرين وصايا، ودول مش عارفين الله، الاثنين زاروا وفسدوا. علشان كده بيكمل الجميع يهود وأمم زاروا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. المعاني كده بتتكرر، يعني هو بيقول المعنى نفسه مرة واثنين وثلاثة. طيب، لما قال ان دول ان كله ساقط في الخطية وكله ماشي في الشر، راح خد من عدد 13 لعدد 18، يعني 5 أعداد، بيورينا الشرور الكثيرة التي سقط فيها الأمميين. حنجرتهم قبر مفتوح، دي نمرة واحد. يعني ايه حنجرتهم قبر مفتوح؟ يعني لما يفتح بقه علشان يتكلم بيطلع روائح نتنة، لأن الكلام اللي بيقوله كلام شرير، كلام وحش، كلام فيه ضد ربنا، كلام فيه ضد العفة، ضد القداسة. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم.
يعني ايه سم الاصلال؟ اصل التعبان او الحيه بيبقى تحت اللسان بتاعها بيوجد الايه؟ السم. علشان كده اول ما الحيه تروح لدغه يعني بالسنه بتاعتها تدخل الى الانسان، على طول السم يدخل الى جوه الانسان ويموت. سم الاصلال تحت شفاههم. وفمهم دي نمره 4 مملوء لعنه ومراره، يعني عمالين يلعنوا ويشتموا ويطلعوا كلام مر، كلام وحش. ارجلهم سريعه الى سفك الدماء، دي نمره 5. في طرقهم اغتصاب وسحق، سحق يعني شر، يعني الطرق بتاعتهم طرق فيها اغتصاب. الاغتصاب ده سواء في اغتصاب اخلاقي او اغتصاب مالي، يعني لما واحد يصنع الشر مع واحد غصب عنه ده اسمه الاغتصاب. فاحيانا الاغتصاب يبقى في النواحي الجنسيه، واحيانا يبقى في انه ياخد ممتلكاته، يعني يوقف واحد وياخد فلوسه، اغتصاب. وطريق السلام لم يعرفوه، دي نمرة 7. ليس خوف الله قدام عيونهم، 8 نقط، 8 شرور للأشرار. احنا قلنا ايه؟ ان اليهود والأمم كلهم مليانين شر، ادي انواع الشر هو 8. على فكرة اختار حتى 8، دايما الاعداد في الكتاب المقدس ليهم رمز. يعني ايه؟ يعني رقم 8 هو رقم الحاجات الجديدة، الحاجة الجديدة. ليه؟ الأسبوع 7 أيام، 8 يعني الشيء الجديد. وعلشان كده الختان، لأن بيرمز للمعمودية، الختان كان بيتختن الإنسان في اليوم 8. ليه؟ اليوم 8 يعني اليوم الأول في الأسبوع الجديد، يعني بدء الحياة الجديدة. ادي كلمة ايه؟ الختان، لان في المعمودية بناخد حياة جديدة. فهنا معناها ان الناس من شرهم الكتير بيخترعوا شرور جديدة، بيخترعوا شر جديد. ونحن نعلم الشرور دي غالبا في الامميين اللي هي بيتفننوا في شرور مختلفة جديدة. طب اليهود، ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، يعني الناموس مليان وصايا ربنا موجهة لليهود لكي يستد كل فم، وطبعا هم مش بينفذوا لأنهم ما نفذوش ما يقدروش يتكلموا قدام ربنا ويقولوا له احنا كويسين، ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. يعني لا اليهود يقدروا يتكلموا ويقولوا ان احنا نفذنا وصاياك يا رب، ولا الامميين يقولوا احنا ناس ابرار وناس كويسين، لانه باعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه. اتفقنا على كلمه باعمال الناموس يعني ايه؟ يعني الأعمال الرمزية بتاعة العهد القديم، الأعمال الرمزية، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. يعني إيه؟ يعني الذبائح الدموية دي حاجات كانت ترمز لذبيحة المسيح، بطلت دلوقتي. يعني الغسلات اللي هي كانت قبل ما يدخلوا إلى الصلاة دي بطلت، وهكذا. يعني الختان، كل دي حاجات رمزية. هذه الحاجات الرمزية اسمها أعمال الناموس، مش الأعمال الصالحة تبقى اسمها أعمال الناموس. لا، الصلاة مش أعمال الناموس، الصلاة ده اسمها الأعمال الصالحة. علشان كده لازم نحفظ كويس إن التعبير بأعمال الناموس لا. ليه؟ تخيلوا كده لو كان ما الصلاة الناموس أو وصف ربنا، الكتاب المقدس ناموس موسى وقال لنا أن احنا نصلي وقال لنا نصوم. طيب لما يقول لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر، لأن
كل دي حاجات بر، الصلاة بر، الصوم بر، فيتبرر الإنسان بالأعمال الصالحة، ويتبرر الإنسان بالإيمان، ويتبرر الإنسان بالحياة مع ربنا وهكذا. لكن شو بقى الجملة دي برضو صعبة هي، لأن بالناموس معرفة الخطية. يعني إيه بالناموس معرفة الخطية؟ آه ده صح، أصل الناموس ده نور، مش يقول كده داود النبي سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، فالناموس ده نور. أنا قلت لكم مثل عايزكم تبقوا حافظينه، إن جيت أنا دخلت أوضة، أوضة دي معتمة كلها ظلام ما فيهاش نور، فلما هي ظلام أنا داخل ما فيش حاجة، مش حاسس بمشاكل، لكن لما جينا موس نور، فلما نور لقيت ده رجلي تريها مش دايسة على أرض، ده تريها دايسة على قذرات. إيه ده؟ ده الدنيا مليانة سحالي ومليانة أبراص ومليانة فيران ومليانة كله ده أنا ما كنتش شايفه، هو كان موجود بس ما كنتش شايفه، الأوضة قذرة بس أنا مش شايفها، لكن أول ما النور نور رأيت القذرات. طب النور لما ينور ورأيت القذرات استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت، علشان أبعد عن القذرات دي، مش كده؟ أها كده. الناموس، بالناموس معرفة الخطية. يعني إيه بقى بالناموس معرفة الخطية؟ يعني إحنا في عالم مليان شر، من الأوضة اللي أنا كلمتك عنها دي، الأوضة المليانة قذرات دي العالم، العالم مليان شر، مليان شر، بس من الممكن إن الناس عايشة في الشر ومش دليانة، زي ما لقيوا يعني بالضبط. مثلا تخيل كده لو طفل حطناه في مع مجموعة من الأطفال عمالين يشتموا ويحلفوا ويكذبوا وكده، ومفيش حد علمه حاجة، يعني مفيش نور، حطيت الطفل الكويس ده اللي لسه ما علمتوش حاجة، حطيته في حضانة كلها شتيمة وكذب وحلفان وسرقة ونهب والأخو، الطفل ده هيطلع ايه؟ يشتم ويكذب ويعمل كل ده، خدتوا بالكم؟ لكن حينما ينير النور يبان ان الشتيمة وحشة، تبان ان الكذب وحش، يبقى لما اخد انا الطفل ده وانور له النور، يعني ادخله مدارس الاحد، يفهم ان الشتيمة وحشة ويفهم. اذا بالناموس معرفة الايه؟ الخطية. يبقى لان بالناموس معرفة الخطية. النقطة الثالثة، الناموس والمسيحية. اما الان الناموس والمسيحية ده هياخد من 21 لغاية اخر الاصحاح. اما الان فقد ظهر بر الله. الحقيقة كلمة بر الله هنا معناها المسيح شخصيا، شخص المسيح. اما الان فقد ظهر بر الله. يعني ايه ظهر بر الله؟ يعني اصلي مش انتوا قلنا ان كله مليان خطية، ليس بار ولا واحد، كل الخطية اغلقت كل تحت كل الناس، الناموس اغلق على كل الناس بالخطية انهم خطاة، سواء كانوا يهود او امميين. طيب اول بار يظهر في العالم هو مين؟ هو شخص المسيح البار، لان كل الناس كانوا اشرار وبلا غفران. خدتوا بالكم؟ يعني ليه الكلام ده ما ينطبقش علينا احنا دلوقتي؟ هوريكم. لكن قبل المسيح كل واحد بيعمل خطيه، يعني اولا كلنا ورثنا خطيه ادم فكلنا فينا اشرار. طيب الحاجه الثانيه، بنعمل خطايا عمليه، يعني الناس في العهد القديم عملوا خطايا، داود النبي العظيم القديس اللي ما فيش زيه عمل خطيه. طب لما عمل خطيه اعادت الخطيه ملزومه فيها، اتمسحت ما اتمسحتش، اعادت الخطيه. امتى اتمسحت؟
لما اتصلب المسيح. علشان كده قبل المسيح كل الناس أشرار، حتى القديسين أشرار، تابوا لكن التوبة ما بتغفرش الخطية. سمعتوا الجملة دي ولا ما سمعتوهاش؟ لكن التوبة ايه؟ ما بتغفرش الخطية. لأن لو التوبة بتغفر الخطية كان آدم أول ما أخطأ ربنا قال له ايه؟ توب، مش كده؟ كان ليه بقى المسيح ينزل ويتصلب؟ لماذا يصلب المسيح؟ لما التوبة تغفر الخطية. إذا التوبة لا تغفر الخطية على الإطلاق. عايزكم تفهموا إن التوبة عن المستقبل. يعني إن التوبة عن المستقبل؟ يعني أنا شتمت وحلفت وكذبت ورحت في سر التوبة والاعتراف ندمان على الخطايا اللي فاتت، لكن وقلت لأبونا إن أنا مش هعمل تاني، أدي التوبة. فالتوبة تجعلني نرجعش للشتيمة تاني، ماشي، لكن الشتيمة اللي حصلت قاعدة لسه شتيمة. دي عايزة الإله يتجسد ويصلب ويموت، لأن أجرة الخطية موت أبدي. مش كلمة موت معناها زي الناس، ده لا نقول إيه، ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. فموت موت الجسد ده مش هو الموضوع، إنما أجرة الخطية موت أبدي. طب كل اللي بيخطئ لازم يموت موت أبدي، آدم لما أخطأ لازم يموت موت أبدي، كل القديسين يموتوا موت أبدي. طيب وبعد كده المسيح هو البار الأول، أول بار يظهر على وجه الأرض. علشان كده يقول إيه؟ أما الآن فقد ظهر بر الله. طب هذا هو البار الأول، عمل إيه البار الأول؟ صلب، أخذ أجرة الخطية اللي هي الموت الأبدي ومات عنها. ماشي الكلام؟ وبعد ما مات عنها راح عمل لنا إيه؟ راح عطى كده الغفران. هذا الغفران، هذا الغفران قدمه ممتد في الزمان. يعني ايه قدمه ممتد في الزمان؟ اوريكم يعني ايه. المسيح اتصلب يعني مات وقام، مش كده؟ وسفك دمه. المسيح سرمدي، يعني ايه سرمدي؟ يعني ازلي ابدي. علشان كده اعماله سرمديه. يعني ايه اعماله سرمديه؟ اوريكم. في فرق بين المسيح لما يعمل حاجة في نفسه مع نفسه، وفي فرق بين لما يعمل مع الآخرين. يعني المسيح مثلا يعني شفى عينين الأعمى. الأعمى ده بي هو المسيح؟ لا. الأعمى ده بقي سرمدي؟ لا، مش كده؟ الأعمى ده شخص مستقل. إذا عملية الشفاء دي شفاء للأعمى، والأعمى ده مش سرمدي، دي شفاء مؤقت. مات الأعمى، الشفاء خلص ولا ما خلصش؟ خلص. تقول طب ما ده عمل من أعمال المسيح؟ لا، ده عمل مرتبط بمين؟ بالناس، مش مرتبط بشخصه. السرمدية مين؟ هو لما اتصلب، صلب آخرين ولا اتصلب؟ هو. فلأن صلبه اللي اتصلب هو الإله المتأنس، علشان كده عملية الصلب دي بقيت سرمدية. يعني ايه بقيت سرمدية؟ يعني بلا بداية ولا نهاية. يعني ايه بقيت بلا بداية ولا نهاية؟ يعني ممتدة في الزمان الماضي وممتدة في الزمان المستقبل. ما معنى سر الإفخارستية؟ سر الإفخارستية بنقول فيه إيه؟ هو ذا كائن معنا على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا. يبقى دخلنا في السرمدية ولا لا؟
جسده ودمه. يبقى احنا دخلنا جوه المسيح الصلماتي، دخلنا جوه عملية الصلب الصلماتية، دخلنا جوه عملية سفك الدم الصلماتية. لما يقول الكتاب ان ليس مغفرة بدون سفك دم، مش معنى كده ان المسيح يتصلب تاني، لا، معنى كده ان المسيح يحصل ايه؟ ان صليب المسيح ممتد صلماتيا في سر الافخارستيا. وعلشان كده المسيح اعطانا سر الافخارستيا. ليه يا رب اعطتنا سر الافخارستيا؟ ليه اعطتنا جسدك ودمك؟ علشان انا خليت الصليب بدل ما يبقى حدث فعله ماض، لا، بقي حدث ايه؟ دائم مستمر على المسبح. فعلى المسبح المسيح المصلوب، على المسبح المسيح المائد، على المسبح الدم المسفوك، على المسبح المسيح القائم، مش المائد بس، المسيح المائد الايه؟ القائم. علشان كده نحن نتحد في سر الإفخارستية بالمسيح المصلوب القائم من الأموات، وبالموت والقيامة تغفر الخطية. يبقى فهمتوا بقى ازاي تغفر الخطية؟ يبقى الخطية ما بتتغفرش بالتوبة، وما الخطية بتتغفر بيه؟ بالإفخارستية. طب ما ايه دخل التوبة في الموضوع؟ التوبة بتخلينا مستعدين نتناول، يعني بجهز نفسي للتناول، فاهمين قصدي؟ لكن اللي بيكفر عن الخطية دم المسيح، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. عارفين علشان كده عايزكم لما تروحوا تقروا سفر أشعياء أصحاح 6 تشوفوا المنظر الرائع اللي هو ايه؟ اللي فأخذ، يعني الملاك أخذ من أخذ جمرة من على المسبح، أخذ جمرة بملقط من على المسبح، ملقط لأن الملاك ما يقدرش يمس جسد المسيح ده، وعشان كده خديه بملقط. طيب يعني ايه جمرة؟ لا لا، في الاول كلمه جمره يعني ايه؟ يعني فحمه. الجمره فحمه؟ لا، الجمره مش هي الفحم، الجمره مش هي النار، الجمره هي الفحم المشتعل بالنار، دي اسمها جمره. الفحم المسيح هو الاله المتانس، هذه الجمره. يعني الجمرة النار هي اللاهوت، والفحم هو ايه؟ الناسوت. نفهم برضو تاني، اخذ بمن جمرة من على المسبح بملقط، وعمل ايه؟ ومس بها شفتي. هو في الدنيا يجيبوا جمرة يحطوها في البق؟ شفتوا بقى؟ يبقى ايه الجمرة اللي تبقى على المسبح وتتاخد تتحط في البق؟ هو ده بقى ايه؟ سر التناول. المسيح الاله، النار المتحدة بالناسوت الموجود على المسبح اللي وضعت في الفم، وراح قال له ايه بقى؟ هذه قد لمست شفتيك، يعني مجرد ان بدأت تتناول، هذه قد لمست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. هذه قد لمست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. شايفين؟ هل من الممكن ان الكلام ده ينطبق على حاجه غير، شوف، جمر يتدخل من المسبح يتحط في البق يتقال له مغفورة لك خطاياك. المسيح لما قال ايه؟
هذا هو جسدي، هذا هو دمي، ويعطى لمغفرة الخطايا. خدتوا بالكم؟ آل الله. آل الخطية لا تغفر إلا بدم المسيح المصلوب، والمسيح المصلوب كائن على المذبح بجسده المكسور عنا ودمه المسفوح. طيب احنا في عدد كم؟ بر الله. اما الان فقد ظهر بر الله. بر الله ده بقى هو ايه؟ المسيح شخصيا بدون الناموس، يعني بدون الرموز، الناموس الرمزي، مشهودا له من الناموس. الناموس هنا بقى الكلام، خد بالك جاي بقى، بدون الناموس مشهود له بالناموس. يعني انت عايزني اشطب الناموس ولا اخلي الناموس؟ الناموس دي معناها غير دي. الناموس اللي اتشطب هو الناموس الرمزي بدون الرموز، لكن مشهودا له من الناموس والانبياء اللي هو مشهود له من العهد القديم. العهد القديم عباره عن ايه؟ عباره عن خمس اصفار موسى اللي اسمهم ايه؟ الناموس. والانبياء اللي هو سفر صموئيل الاول وصموئيل الثاني واشعياء وارميا، وكله ده انبياء. بر الله مشهودا له من الناموس والانبياء. بر الله يعني شهدوا لبر الله بالايمان، يعني بر الله اللي هيوصلي انا بقى يوصلي ازاي؟ بالايمان بيسوع المسيح. انا قلت لكم ان كلمه الايمان لها معاني. هنا بالايمان بيسوع المسيح، يعني بالمسيحيه كلها. يعني بر الله انتقل الي، بر الله هو المسيح انتقلت الي بالمسيحيه كلها، بالمعموديه وبسر الافخارستيه وبالمحبه وبالتواضع وبتنفيذ وصايا الله وبالجهاد وبالنعمه، بكل ده انتقل بر المسيح الي. ينتقل ازاي؟ بالمسيحيه كلها، ما ينتقلش بنقطه واحده، يعني ما ينتقلش بالمعمودية بس، ما ينتقلش بالتناول بس، ما ينتقلش، لا، ينتقل بكله ده مع بعضه بالمسيحية كلها. بالمسيحية إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. يعني بر الله ينتقل إلي بالمسيحية، سواء اللي بقيوا مسيحيين دول كانوا يهود أو كانوا إيه؟ أو كانوا أمميين. لا فرق. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. دي جملة متكررة مش كده؟ الجميع يعني اليهود والأمم. خدوا بالكم للجملة دي، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. أول ما ياخدوا الجملة دي البروستانت يروح يقولها شايف؟ خلاص مجاني، خلاص مجاني، يسوع أعطاني، خلاص مجاني. مش بيقول متبررين إيه؟ مجانا. ده غلط. الخلاص ليس مجاني إطلاقا. أمال إيه اللي مجاني؟ الفداء مجاني. هل الفداء هو الخلاص؟ لا. الفداء هو الجزء الأول والأهم من الخلاص، لكن وحده لا يخلص. الفداء ده تم على خشبة الصليب مش كده؟ قال الكتاب المقدس هكذا، كأنه مشاور على الصليب، هكذا أحب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك، مش كده؟ كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. هكذا أحب الله العالم كله، فهل خلص العالم كله؟ بذل ابنه الوحيد، هل خلص كل اللي مات من أجلهم؟ المسيح مات من أجل العالم كله، لكن هل استفاد كل العالم؟ بالطبع لا. إذن الفداء ليس هو الخلاص،
لكن الفداء نقطة هامة جدا. أهم نقطة. تم على خشبة الصليب. طب الخلاص تم على الصليب؟ لا، الخلاص بدأ على الصليب لكن ما تمش على الصليب. خدتوا بالكم؟ يبقى الفداء الفداء هو صلب المسيح، هو سفك دم المسيح من أجلنا، هو موت المسيح من أجلنا. هل دي أهم نقطة؟ أهم نقطة. لكن هل دي آخر نقطة؟ لا، دي أول وأهم نقطة. لكن المسيح مات من أجل العالم كله، العالم كله مش هيدخل السماء، ده في شوية اللي هيدخل السماء وقلة اللي هيدخل السماء، مش كده؟ مش قال وقليلون هم الذين يجدون؟ طيب ما الخلاص هو ايه؟ هو الفداء زائد. الفداء اسميه الفداء، اسميه النعمة. الفداء اسميه النعمة، ممكن اسميه دور الله في الخلاص. اسميه دور الله في الخلاص، يعني ربنا ليه دور وعمل وانا علي دور، ولازم اعمل ايه الدور اللي عليا؟ ان انا اامن في الاول بيه. طب ما هو اللي المسيح اتصلب انا ما امنتش بيه، يبقى الصلب جاب فايده بالنسبه لي؟ هو جايب فايده للاخرين لكن جاب فايده لي انا؟ لا. طيب اذا انا لم اخلص، المسيح صنع فداء لكن انا لا اخلص بفداء المسيح. لما اقول لا اخلص بفداء المسيح يعني لا اخلص بفداء المسيح فقط. فداء المسيح هو اهم نقطه في خلاصي، لكن لازم انا اؤمن بهذا الفداء. يبقى انا ادين لي دور، لازم اتعمد يعني ادفن مع المسيح واقوم مع المسيح، اللي هو دي المعموديه. المعموديه هي ايه؟ هي ان انا ادفن مع المسيح واقوم مع المسيح علشان الفداء ده يوصلني. طيب علي أن أعمل كل الحياة المسيحية، اللي هي إيه؟ اللي هي التوبة والاعتراف والتناول والحياة المقدسة والجهاد والصلاة والتناول، كل الحاجات دي مع بعضها، كل ده يوصلني إلى الخلاص. خدتوا بالكم؟ المتبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ده دور يسوع المسيح، ده دور ربنا، ده دور الإله المتأنس هو الفداء. بقي للإنسان دور الذي قدمه الله كفارة، اللي هو بيكفر عن الخطية. طيب بعد كده ايه؟ بالإيمان بدمه. يبقى أنا لازم أآمن بدمه، لازم أآمن بالصلب، ولما أآمن بدمه أآمن إيمان عمل.